نفى رئيس شركة مترو الأنفاق علي الفضالي وجود زيادة في أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي، مشددا على أن الزيادة مرتبطة بتركيب البوابات الجديدة لمترو الأنفاق. وأضاف الفضالي في تقرير نشره مركز معلومات مجلس الوزراء أن العمل جار على تطوير إشارات الخط الأول، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير الخط تقدر ب 26 مليار جنيه.